النتائج الإعدادية أولى ثانوي وتانية ثانوي، ظهرت النتائج طبيعي إنه في طلبة نجحت، ألف ألف مبروك ليهم، أتمنى لهم التوفيق ويكملوا إن شاء الله طريقهم على ألف خير. لكن في ناس ما حلفهمش الحظ المرة دي، زكاة بدرجات مش ولا بد، أغضبت أهلهم، أو إن هم مثلا يعني كان في شوية تكاسل منهم كده، شوية تقاعس منهم، مما أدى إلى إنه حصل رسوب عند الناس. في فرصة تانية دايما إحنا بنأكد عليها، الرسوب مش آخر الكون، مش نهاية العالم، ودايما بنأكد على المفهوم ده، ودايما كمان بنأكد على دعم ولي الأمر للابن أو الابنة، مش زي ما كنا برضو بنتكلم الفترة اللي فاتت، مش موضوع جلد ذات، مش موضوع انه لا هموتك الفلوس اللي احنا دفعناها، ويعني لوم 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 على طول الخط. تعالوا نقترب من دور الاهل، مطلوب منهم ايه في حالة رسوب الابن او الابنة، مطلوب ايه من ولي الامر، لانه هو نفسه يعني بتبصوا تلاقين حاسين انه البيت كله، الموضوع كله اتقلب جو غم، اتقلب جو اكتئاب. طب نخرج ازاي من الموضوع ده، لانه يعني محتاجين نقلب الصفحة عشان نكمل الطريق، محتاجين ان احنا نشوف اللي قدام، لانه دايما كنت يعني لما تتكلم كده مع ناس عندها خبره في الامور الحياتيه يقولك لو فضلت باصص وراك هتقع تاني. الشطاره ان انت تبص لقدام، تشوف هدفك من جديد. دكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس، معانا هاتفيا. صباح الخير يا دكتور هشام. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير للساده المشاهدين يا فندم. دكتور هشام، الحل الامثل ايه والتوجيه الصحيح في موقف زي مواقف رسوب الابن او الابنه؟ التصرف المثالي لما يحصل حاجه زي كده، رقم واحد نقعد مع ابننا او بنتنا ونتكلم. أيوة. ونسمع منه او نسمع منها وايه اللي حصل بالظبط. الحاجه الثانيه لازم 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 كلنا نقر ان احنا هنزعل. انا كأب هزعل، انا كأم هزعل، وكمان ابني او بنتي بيزعلوا. فلازم الاول بنعمل حاجه اسمها بنتعاطف او بندي مصداقيه لمشاعر الحزن او مشاعر القلق او الغضب اللي جات لابننا او بنتنا، ونقعد نتكلم مع بعض. لا 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 بديل تماما عن دراسه ما حدث. يعني ايه دراسه ما حدث؟ هنقعد يا ترى ايه اللي حصل اللي خلانا ما نجيبش النتيجه اللي احنا كان نفسنا فيها؟ هل يا ترى الوقت ما كانش كفايه للمذاكره؟ هل يا ترى ما كناش فاهمين؟ هل يا ترى توقعاتنا كانت اكتر من الطبيعي ولا لا؟ بمعنى اخر، ساعات الاب والام بيبنوا توقعات غير مبنيه على اي اساس في ارض الواقع. أنا ممكن تكون مبنيه على امالهم هم. ما بالظبط يا فندم، وليست على واقع الامور. انا طبعا كلنا نفسنا ان ابننا او بنتنا تكون احسن واحد. طبعا. لكن لازم تكون نظرتنا نظره موضوعيه. هل ابننا او بنتنا عندهم القدره انهم يطلعوا الاول؟ ولا هم عندكم القدرة إن شاء الله أنهم فقط يتعلموا ويعدوا بتقدير مناسب، ليس يجب أن يكون أحسن تقدير في الدنيا. يبقى لازم الأهل في الأول يبنوا توقعاتهم على أساس واقعي وعلى أساس رؤية سليمة لقدرات بنتنا أو ابننا. أنا عايزة أتوقف بس على نقطة بدون قطع كلام، هرجع تاني للنقطة التانية حضرتك هتذكرها، ولكن في ناس أصلا من المتفوقين ممكن يدخلوا في حالة اكتئاب لمجرد أن هم يعني بس فقدوا درجة أو درجتين، فده برضو شيء من اللامنطقية، من كتر الضغط اللي عليهم هم نفسهم مع الوقت بيعملوا ضغط على نفسهم انه انا ما جبتش الدرجة النهائية او انا فقدت درجة او درجتين. تمام. اذا هنا برضو كالعادة انا كنت باني توقعات غير منطقية. بمعنى اخر، هو الواحد لما يفقد درجة او يفقد درجتين معناها انه فشل، ولا معناها انه جاب 98% او جاب 99%؟ بالظبط. ازاي بصيت لها بتفرق جدا على شعوري. بتفرق جدا على شعور الاهل. لا، وبتفرق كمان انه يعني نظره الاهل هنا بقى، انا بقارن بين واحده وبنت خالتها او واحد وجاره، فحاجات كتير برضو لازم احنا نتخلص من المفاهيم دي. من اكبر الاخطاء في الدنيا مقارنه الاولاد او البنات باقرانهم، ايا كانوا قرايبهم او اصحابهم او ابن الجيران او بنت الجيران. مظبوط. انا دايما مع الناس المراهقين والاطفال لازم دايما اشجعهم على انهم يكونوا افضل، ليس عن طريق المقارنه مع الاخرين، ولكن رقم واحد ان انا اتاكد بس ان احنا عملنا اللي علينا، وده بدعم الاهل ودعم الاسره. أيوة. ثم نشوف هل كان ممكن نجيب احسن من كده ولا لا، بس باسلوب واقعي وليس بالتمنيات والاماني. صحيح. ولكن بجد الحاجه الثانيه عايزين نرجع للنقطه، حتى لو حصل اي حاجه، ودي مهمه جدا بقى،
ان احنا بناخدها كتجربه نتعلم منها وليست نهايه الموضوع. يعني لو حصل ان ابني او بنتي رغم انهم عندهم قدرات ورغم ان احنا وفرنا الظروف المناسبه ما جابوش النتيجه اللي نفسنا فيها او النتيجه الواقعيه اللي كان ممكن يجيبوها، صحيح. هل ده نهايه الدنيا؟ هل ده نهايه المطاف؟ لا، دي تجربه هنتعلم منها عشان لا نكرر اخطائنا تاني. الطريقه اللي الاهل بيتعاملوا بيها مع الموضوع بتفرق جدا مع الابن والبنت، وممكن اصلا يكون النتيجه دي بناء على فعل الاهل نفسهم. لانه احنا مثلا لما بنيجي نقرا دراسات عالميه في موضوع ايه، نلاقي من الاسس المهمه قوي بالنسبه لمعامله ولي الامر لابنه او بنته، نلاقي انه في حاجه، في مفهوم مهم قوي محتاجين يعني نعيد انعاشه كده في ذاكره الناس، هو السلف فولفيلينج بروفيسي، انه يبقى في دعم ايجابي لنفسية الولد أو البنت من هم صغيرين، مش إن أنا كل شوية أقول له يا فاشل يا ساقط يا الحاجات اللي هي اللي أنا بفضل أديله طاقة سلبية طاقة سلبية. ليه ما أكبرش مثلا الهدف في عينيه؟ أقول له مثلا أنا شايفك، مثلا أنا عايزه دكتور، أنا شايفك دكتور، أنا شايفك مهندس، أو أي حاجة تانية. تمام يا فندم، بس بشرط يكون ابني أو بنتي أنا شايفهم صح، شايف قدراتهم. بالزبط. يعني ما يكونش ابني او بنتي قدراته مثلا التعليميه او مهاراته في قدراته على فهم الدراسه او استذكار متوسطه وانا احط له هدف انه يبقى متفوق. مهم قوي ان الاهل يشوفوا ابنهم وبنتهم بجميع مهاراتهم ويحفزوهم في بيسميها نطاق المعقول، لان التحفيز المبالغ فيه قد يؤدي الى احباط شديد. صحيح. بمعنى لو عندي بنت او ولد قدراتهم متوسطه وانا عمال اقول لهم انت اشطر واحد ولازم تجيب اعلى نمره، رغم انها قد تبدو انها تحفيز وشيء ايجابي ولكنها بتمثل تحدي رهيب لقدرات الطفل. صح. وبتجيب له احباط. بس احنا شفنا اكتر من رساله قبل كده من مثلا اب لبنته، كان معانا اخر مكالمه تقريبا من حوالي اسبوعين، انه رساله من اب لبنته بيكتب لها يعني الامتحانات خشي واعملي اللي عليكي وانا على طول في ظهرك وانا مساند ليكي. فكرة هنا ان بس الطالب يحس انه الاهل في ظهره، ان هم في ظهره مهما حصل. بالظبط. حتى لو ربنا ما وفقناش هم في ظهره عشان يساعدوني على ان انا ربنا يوفقني المره الجايه. مهم جدا، هي دي رساله ايجابيه بقى. صحيح. دي رساله الدعم الحقيقي، الدعم غير المشروط. انا والدك مهما حصل، انا والدتك مهما حصل. بالطريقه دي لا، ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه بالنسبه للاولاد والبنات ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. نقطه من النقاط المهمه جدا زي ما كنت لسه بتكلم مع دكتور هشام على السلف فولفيلينج بروفيسي، اللي هو انت لازم تدعم ابنك نفسيا عشان يقدر يحقق ذاته. هي فكره ان انت بتحقق له ذاته الاول في ذهنه، فبتهيئ له المناخ النفسي ان هو بعد كده يقدر ان هو يحقق ذاته ويحس ان انت في ظهره. عندنا نماذج كتير على فكره جدا في الموضوع ده، انه الاهل من هم من اولادهم صغيرين يفضلوا يحفزوهم لطريق النجاح، هم طبعا بيبقوا شايفين امكانياتهم صح زي ما دكتور هشام تفضل وقال، عشان ما يحصلش العكس اللي هي السلف ديفيتنج بروفيسي او السلف نيجيتنج، يبقى هو رافض اللي بيقوله الاهل وكل شويه بيعمل عكسه عشان هم حطوه على طريق العند بدل ما يحطوه على طريق تحقيق الذات. فهنا طبعا الفرق شعره، وهنا الفرق في ايه؟ في طريقه المعامله، ودي حاجه طبعا على عاتق الاهل من A to Z زي ما احنا بنقول من الالف الى الياء. ان شاء الله طبعا التعويض يكون جيد جدا بالنسبه اللي ما حالفهمش الحظ في الدرجات التعليميه المختلفه، وان شاء الله يعوضوا وان شاء الله يكتب لهم النجاح باذن الله فيما هو قريب باذن الله.